إذن هذا هو الشوط السادس مشاهدينا الأعزاء ينطلق. هذا الشوط خاص بالثنائي القعدان، وأذكر السادة مرة أخرى الفائزين برموز أشواط هذا المساء عليهم التوجه مباشرة إلى المنصة الرئيسية أو إلى مكاتب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مقابل خط 8 كيلومترات لاستلام الرموز من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. شوط جديد والكريبي بن جابر المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء على بركة الله وتوفيق انطلاقة الشوط السادس بتعداد أشواط الفترة المسائية بتواصل ومنافسات سن الثنايا القعدان. نتواصل مع جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن تي 3، الجائزة لمن يحصل على أول المراكز وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة. المركز الأول الصدارة المقدمة، هنالك التقدم من قبل أول المراكز والتواجد الملحوظ من قبل الطاير لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية. ثاني المراكز التواجد من قبل الزعفران لمحمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري. والمركز الثالث التقدم من قبل ثالث المراكز هملولي راشد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي. والمركز الرابع التقدم من قبل مهذب لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. والنقل الى المركز الخامس، خامس المراكز التواجد من الخرطوم جمعة ابو بكر بن محمد احمد السوداني يقدم لنا شعاره مع انطلاقة الخرطوم مع المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة المنطلقة المتواجدة والمتنافسة بمسيرة هذا الشوط مع انطلاقة الأسماء الجميلة والرائعة مع أيضا منافسات هذا المساء، مساء الرموز، مساء السيارات الثمينة، مساء الانطلاقات والناموس الأقلى في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، مع تواصل الشعارات التي انطلقت مزينة لنا أرضية هذا الميدان. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أعود مع الصدارة، أعود مع الطاير من بدأ يطير ويحلق مع أول المراكز بطيران. إذا نتابع على أيسر شاشة قناة الريان هذه الجوائز العينية السيارات وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن 2-3 هي أحد السيارات الواقفة أمام أعينكم كما تشاهدون. إذا هذه الانطلاقة الجميلة، هذا التواصل الرائع من قبل أرضية ميدان التحدي، هذه الإثارة، هذه القوة، هذا الإبداع من قبل الأسماء المنطلقة. أول المراكز كما أسلفت الطاير لحمد أو عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية مقدما للطاير مع الصدارة ومع المقدمة ومع الانطلاقة الجميلة والمميزة. المركز الثاني مهذب ينطلق، مهذب مع المركز الثاني بانطلاق مهذب مع ايضا المركز الثاني، وهنالك من يتواجد زعفران على ثاني المراكز، محمد بن علي بن سالم بن قصنة العامري على المرتبة الثانية يتواجد شعاره يحلق مع الأسماء المتقدمة والمتنافسة. المركز الثالث مهذب على المركز الثالث لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني على المرتبة الثالثة، يشكل شعاره الخطر بالانطلاق مع تواجد مهذب بهذه الانطلاقة الجميلة. المركز الرابع يتواجد شعار الرميثي مع هملول الذي بدأ يصول ويجول مع الأسماء المتقدمة، راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي بدأ ينطلق شعاره مشكل الخطر أيضا بانطلاقته، ولكن شاهين وصل مع بن الثيمة بانطلاقة شعار محمد بن حسن الثيمة العامري مع المركز الثالث أو مع الرابع بالفعل. المركز الخامس من الجانب الأيمن يتواجد منذر ليعلن الخطر بانطلاقته مع المركز الخامس، منذر لمانع بخليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا منذر مع هذه الانطلاقة الجميلة، يقدم لنا هذا الشعار الذي حصد الرموز وحصد الجوائز العينية
وأيضا ظهر بالظهور الممتاز كما اعتاد جماهيره على أيضا انتزاعه للمراكز المتقدمة في هذا المهرجان وبهذا الموسم مع انطلاقات جميع الأسنان يتواجد هذا الشعار. إذا هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء المنطلقة والمتواجدة، ولنا عودة مجددا مع المقدمة لنستجد الأسماء مع أيضا تجديد المراكز الأولى. وما زال الطاير، هو الطاير مع الصدارة، هو الطاير مع المقدمة، هو طاير بناموس هذا الشوط. يتقدم بشعر عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية ليبقى السلام على أرضية ميدان الشحانية مع انطلاقة حج أيضا فطاحلات المضمرين مع تواصل شعاره مع المقدمة. المركز الثاني يتقدم بهذه اللحظات منذر على ثاني المراكز لمانع بن خليفه بن رشيد السويدي، مشكل القوه، مشكل المنافسه بانطلاقه شعاره وبتواجد منذر مع المركز الثاني. المركز الثالث من يحمل الرقم ثلاثه يتواجد زعفران بعمليه البحث عن ماده الزعفران، عن ماده التكريم التي تكرم بها الثلاث المراكز الاولى. ومحمد بن علي بن سالم قصنا العامري يتواصل شعاره مع ثالث المراكز. المركز الرابع من يحمل الرقم تسعة يتواجد شاهين لمحمد بن حسن الثيمة العامري، يتواصل شعاره بن الثيمة مع المركز الرابع. وتابع المركز الخامس يتواجد مهذب لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري على المركز الخامس. ما زال شعاره يصارع مع دائرة النداء، مع دائرة الخماسية الماسية في هذه الفترة المسائية مع انطلاقة ومنافسات سن الثنايا القعدان. هذه الانطلاقة الجميلة، هذه التواصل الجميل والرائع، ولكن ما زال الطاير هو الرائع مع انطلاقة أول المراكز. ما زال هو المنطلق مع الصدارة، مسيطر على مجريات هذا الشوط، أيضا محكم الغبضة مع أول المراكز ومع انطلاقة شعار عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية على أول المراكز على المقدمة والصدارة. المركز الثاني يتواجد منذر لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي، من يمانع إلا بانتزاع السيارة مع انطلاقة منذر ومع تواجد منذر على المرتبة الثانية بعملية مراقبة الطاير بانطلاقته الرائعة. المركز الثالث أرى تقدم الأسماء، أرى تواجد المركز الثالث بهذه اللحظات. شاهين بدأ يحلق مع انطلاقة ثالث المراكز وينطلق الشواهين الجارحة على أرضية هذا الميدان بتواصل شعار محمد بن حسن بالثيمة العامري على المركز الثالث. المركز الرابع التقدم من زعفران محمد بن علي بن سالم بغصنة العامري، ولكن ينخطف رابع المراكز من قبل مهذب لسعيد بن محسن بن راشد الشواني الهاجري مع ايضا انطلاقه مهذب مع المركز الرابع. المركز الخامس زعفران محمد بن علي بن سالم بن قصنه العامري، وارى وتابع اسماء بدات تنطلق بهذه اللحظات، بدات تقترب من دائره النداء من الاسماء الخمسه المنطلقه، ولكن نعود الى الصداره حتى تتضح مجريات أمور هذا الشوط مع انطلاقة الأسماء مع تواجد الشعارات. ولكن الطاير ما زال طاير مع الصدارة، ما زال هو الحائر الطاير مع المقدمة مع أيضا انطلاقة المركز الأول عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية. ما زال بن عطية يراقب مجريات هذا الشوط، وأيضا عينه على السيارة، عينه على التتويج، عينه مع انطلاقة الطاير. المركز الثاني، الله، وصل شاهين محمد بن حسن بن ثيمة العامري. المركز الثالث منذر لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي. رابع المراكز أتابع زعفران على أرضية هذا الميدان، ينطلق مع دوران الميدان لمحمد بن علي بن سالم بن قصنة العامري. خامس المراكز يتواجد مهذب على المركز الخامس، سعيد بن محسن بن راشد الشهواني الهاجي على المركز الخامس. وأيضا خلف الخمس ما زلت أكرر
بأن أسامي جاية منطلقة مندفعة مع أيضا انطلاقة هذا الشوط ومع تواصل وفعاليات الأمتار الحساسة أمتار نقلة عن ناموس هذا الشوط الناموس الغالي الناموس وكلمة الناموس التي يعشقها المالك والمضمر وجميع المشاركين على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الغالي. ولكن الصدارة المقدمة شاهين لمحمد بن حسن بالثيمة العامري مع المقدمة ومع الصدارة والسلالة الشهانية دائما وابدا تثبت الوجود بمثل هذه الأشواط مع افتتاحية الكيلومتر الأخير. روح يا ابن الثيمة المركز الثاني أرى التقدم من زعفران محمد بن علي بن سالم بخصنة العامري ثالث المراكز أول القادمين هملول وصل هملول على المركز الثالث تعود ملكية هملول من انطلق بشعار مطر بن محمد بن مطر بن خدير الاختبي والمركز الرابع وتابع مسكت للحمدي بن محسن بن حول الحارثي على المركز الرابع. ولكن خلاص أعود إلى شاهين مع الصدارة شاهين مع المقدمة شاهين مع أول المراكز وشعار شاهين يملأ العينين مع انطلاقة أول المراكز مع انتزاعه للسيارة مع اندفاعته نحو الناموس نحو التكريم نحو معانقة خط النهاية ونحو أيضا المرور أمام أيضا المنصة مع أيضا التتويج ومع الانطلاقة الجميلة تعود الملكية ملكية شاهين لمحمد بن حسن بالثيمة العامري مع أيضا انطلاقاته قلب الأسد ينطلق مع الصدارة ينقض على أول المراكز ومع ناموس هذا الشوط ليحظى بهذا التتويج مع انطلاقة شاهين. وكما أسلف السلالة الشانية تثبت الوجود في مثل هذه الأشواط. المركز الثاني زعفران لمحمد بن علي بن قصن العامري المركز الثالث كان الوصول من قبل هملول لمطر بن محمد ومطر بن غدير اكتب المركز الرابع. المركز الرابع مسكت الحميدي او الحمدي بن محسن بالحول الحارثي المركز الخامس كان الوصول من قبل خامس المراكز هملول لراشد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نذهب بحضراتكم الى التوقيت الزمني الى لحظة وصول شاهين مع معانقة الناموس ومع انتزاعه للسيارة بشعار محمد بن حسن بن ثيم العامري. توقيت الزمن 12 دقيقة 54 ثانية 20 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن حسن بن ثيم العامري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصل زعفران من سوف يكرر بمادة زعفران 12 دقيقة 56 ثانية 97 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن علي بن سالم بن قصن العامري المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث المراكز هملول. وتوقيت الزمن 13 دقيقة بدون ثواني 38 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمطر بن محمد بن مطر بن غدير اكتبي على هذا الفوز المستحق.